هذا يا طاق الزعيم. هذا محجوز شباب؟ محجوز رجال. سمعت، لاقي غيره. هذا محجوز للزعيم. قلتوا لي انه اليطأ اللي جنب الباب للزعيم. ايه هذا بيعمل عليه قيلولة بس نرجع من التنفس. معناتها انا مالي محل بهالقوش. نكشها معلم. هذا القوش للقبضيات وبس، 20 وما فوق. انا مؤبد. وبايش تأبدت؟ بده يكون تأبد بالواسطة. عم بسألك بايش تأبدت؟ لما الزعيم بحاكيك بتكون مهذب قدامه. ما قللت أدب معه. تأدب يعني بتوقف على حيلك لما بيحاكيك، فهمت؟ هلا تهذبت، بقي تجاوب على السؤال، شو سبب التأبيدة؟ تعزمك طلع على تنظيف الممرات. مو دوري اليوم. لكن ايمتى دورك؟ الاحد. واليوم شو؟ ما طلعت على الروزنامه بس بعرف بكره دور سطان. وشو بيحكم بكره؟ تنين. معناها اليوم شو؟ السبت. والاحد وينه؟ نزيل نزيل طلع على دورك واسمع كلمه الشرطي بيك تأمر حنون. من ايش الدم على وشك انت؟ حدا اعتاد عليك؟ لا بس خبطت بالعمود بدون ما انتبه. ايوه وليش ما قلت له انه دفشك؟ خاف ياكل قتله من الزعامه. بري عليك، معناتها بلش يفهم انه الفسيده للنسوان. منرجع لموضوعنا، ما قلت لي شو تهمة التأبيدة؟ تهموني بقتل مرتي. يظهر كانت عايبة لحتى قتلتها. أنا ما قتلتها. بده يكون قتلها عشيقها لأنه كمشها معك. إيه ما تكون مرتي عايبة وحدا قتلها غيري بقتل حالي. أو على القليلة برفع راسي قدام القبضايات وبقول إنه أنا قتلتها. إيه ما بدك واحد يكون عنده النخوة يقول قتلت العايبة. سلام المعلم، تفضل على يطأ الزعامة معلم. تفضل تفضل. تفضل من هون معلم. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.